السلام عليكم، معاكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم ما بعد، اتعلمت في حياتي الدراسية حاجات رسخت عندي مبادئ في حياتي، ممكن ما تكونش هي أصح حاجة، ولكن أنا شايف إن هي اللي ربنا بيسببها هذه الأشياء، يعني ربنا بيسببها إنها تكون في أسلوب حياتي علشان تنقذني في مواقف مختلفة. على سبيل المثال، للحصر من الحاجات المهمة جدا اللي اتعلمتها أيام الدراسة، ممكن مش من مكان الدراسة ولكن أيام الدراسة في مجتمع الدراسة، هو الديجيتال الكرنت، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، إنك لازم تكون ليك سرعة، لازم يبقى ليك بلس، حتى لو بلس صغيرة، نبضة صغيرة، بس المهم يبقى ليك حركة، ما تبقاش ساكن ولا ثابت أبدا طول الوقت. مهما كنت تعبان، طب امشي بس ببطء، بس ما تقفش، لازم تكون ماشي. لذلك أنا يمكن ده مؤثر عليا في المشي، حتى يعني أنا طول عمري، حتى ياما نقف في حتة أنا بفضل ماشي، مثلا وقف في حتة المفروض هعمل حاجة، فتلاقي رجلي ايه بتتحرك قدام ورا، عمال اتحرك في حركات دائريه، رجلي شغاله ما اقدرش اقف. عودت نفسي على كده، ان الحركه هي الوضع الطبيعي والثبات هو الوضع الميت اللي المفروض ما كنش عليه، ولا حتى ينفع يبقى وضع استثنائي. فلذلك اللو كارنت، حتى ان يكون ليك تيار شغال، ده مهم جدا. ده البلس اللي انا اكتسبته في حياتي، اتعلمته في حياتي. فما مش عايز الناس كلها تبقى زي، عادي يعني كل واحد براحته، بس انا شايف ده ان الموضوع ده انقذني كتير. ممكن تكون بتعمل خير في الناس، ولكن الخير ده في وقت من الاوقات انت مش قادر تقدمه، طب على الاقل خلي القليل منه، مش تمنعه خالص، تقول لا اصل انا عندي ظروف ماديه فمش هقدر. طب على الاقل بتدفع مثلا 1000 جنيه مساعده او 1000 دولار في الشهر، فجيت في فترة كده اتزنقت، طب على الأقل 2 دولار 3 دولار، بس ما توقفش. فتفيت يقولك هو 2 دولار يعملوا ايه؟ يعملوا كتير، يعملوا كتير على المدى الطويل. لو كل شهر 2 دولار بتطلعهم مساعدة لحد، أو بتكمل الخير أو بتواصل الخير اللي أنت بتعمله، يبقى أنت كده في حالة عبادة، ما توقفتش. الملائكة هتفضل شايفة التيار بتاعك وأرقامك شغالة، مش هتلاقيك متوقف، فهيفضل إحساب مفتوح، الحساب شغال، المكنة شغالة. لكن توقفها انت نفسك، هتلاقي نفسك مش قادر تكمل بعد حالة التوقف دي، والدنيا اتحسنت مش عارف ترجع تاني. الملائكة تيجي تكتب يقولك ما هو متوقف بقاله فترة ما بيعملش حاجة، هنكتب ان كان نفسه يرجع ومش عارف. فيعني بيبقى وضع صعب حكاية التوقف دي. فانا ضد التوقف وضد الاستراحة المحارب. الناس يقولك استراحة المحارب، استراحة المحارب في انه يمشي ما يجريش، استراحة المحارب انه يجهز جيشه في هدنة، في وقت هدنة يفضل مشغل الجيش ومشغل التحركات والاستخبارات العسكرية تشتغل وتبص وتراقب وتأمن لو انت في حرب يعني. لكن هدنا بقى ونتوقف ونرقص بقى ونغني وننام ونشخر، لا لا لا، لا ننام ولا نشخر ولا نهيص ولا نحتفل إلا لحد ما تنتهي المعركة. وبعد ما تنتهي المعركة هنفضل ماشيين، ممكن ما نجريش، ممكن ما نحاربش، بس نفضل ماشيين محافظين على الخطوة، محافظين على الريتم، محافظين على الهارموني. بقول لك بالمسميات كلها اللي ممكن تفهم بيها. أنا مثلا هو المفروض ان انا رايح مشوار ومش عايز اعدي وانا بصور كده، قلت ايه اخلص هنا، فعمال اتحرك رجلي مش طوعاني اتوقف وفي مكان اقعد فيه، بس مش عايز اقعد. اما بصور لكم فيديوهات وانا قاعد ولا وانا في البيت، بيبقى على عيني بيبقى صعب جدا، وتلاقوني حتى ايه قاعد انسى حاجات والمعلومه مش حاضره في دماغي، لكن تحضر في دماغي وانا بتحرك. ده تعود ان ازاي تكون رتم حياتك هو الحركه، حتى لو كانت بسيطه، حتى لو كان مشي. يعني مثلا احنا ماشيين كده تلاقي واحد ميت نايم في الارض، يعني ضايع. بصوا على اليمين خالص،
حاجات كده، ولا هعمل له حاجه، اعمل له ايه؟ برضو مش عايز اعدي الشارع وانا بصور، ارجع تاني معلش هلف لفه كده لحد ما اخلص الفيديو. المهم فبقول لكم ده حاجات من الواحد بيتعلمها ممكن بدري جدا في سنك، في حاجات ممكن تعلمها على كبر. يعني في واحد مثلا ايه من العشرين في روسيا، يعني من العرب العشرين في روسيا، قال لي انا ما اتعلمتش موسكو دي عامله ازاي، ولا كان ليا رغبه اعرف موسكو يعني فيها ايه يمين وشمال وفوق وتحت الا من سنه واحده، وهو بقى له 11 سنه في البلد. قال لي 10 سنين قاعد في روسيا، بس مش كل وقت كان في موسكو الصراحه، بس بيقول لي اول مره اعرف اهميه انك تعرف البلد واركانها وحركاتها، قال اخر سنه بس. قال الموضوع فرق معايا كتير جدا، قال واضطريت لهذا الامر في يوم من الايام او فتره من الفترات، ان هو اضطر ان هو يروح مشاوير كتيره، ما اعرفش حاجه تبع الشغل ولا ايه، بس قال لي اضطريت رغما عني ان انا اعرف حاجات عن البلد وضروري ولازم اروح واجي وبتاع. فقال لي فعرفت البلد وعرفت ان انا كنت ضايع واني كان فايتني كتير، وان كان ما كانش لازم يعدي عليا الوقت ده كله وانا ما مش عارف وانا مش دريان. يعني شوفوا الكلام راح مني اول ما وقفت، فهتحرك المكنه تشتغل. فهو الانسان كده طبيعته بالتدافع، الحاجه تدفعك انك تعمل الشيء، وبعد ما تعمل الشيء تكتشف انه كان ضروري جدا وكان مفيد. واحيانا يكون في مصاعب وتحس ان هو ابتلاء كبير، ابتلاء يعني محنه على فكره. فالمحنه الكبيره اللي حضرتك اتحطيت فيها دي علمتك كتير، وعلمت عليك طبعا وجعتك. يعني انا بتكلم عن حاجه اللي توجع، فلو في حاجه بتوجع بس علمت معاها حاجه كبيره ما تزعلش قوي. لو اتعلمت حاجه من غير وجع افرح قوي، لان دي حاجه فعلا جات لك من غير تعب من غير وجع. ولو ان في ناس يقول لك ايه لازم تتوجع عشان تتعلم صح، لا لا انا ضد المقوله دي. في ناس كتيره ربنا بيرزقهم العلم من غير ما يوجع، من غير ما يتوجع. انت اللي بتسعى للعلم فمش هتتوجع، لكن يفرض عليك ربنا والملائكه شايفين ان حضرتك تقيل شويه في الحركه ومحتاج تتحرك، فبيحطوا لك محن علشان تتحرك عشان تعلى عشان تتعلم. لكن لو اتعلمت من نفسك مش هتتعب ولا تتوجع. كلامي خلص عشان انا وقفت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قعدتكم جميله، نكملها في حلقات جايه ان شاء الله، مستنيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا على خير، حفظ الله، السلام عليكم.